السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم ويوفقكم ويرضى عنكم ويجمعنا وإياكم عند النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، قولوا أمين. قبل لا أتكلم في سيرة طلحة بن عبيد الله، عندي كلام من قلبي لقلبك. والله أني أحزن لما أدخل على بعض السنابات أشوف صاحبها منزل معصية. لا تجعل دائرة الذنب كبيرة، لا تجعل دائرة الذنب كبيرة. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني ابتليت بذنب خليه بس على قدك، دائرة الذنب صغيرة أنا اللي أحاسب عليها وأستغفر الله وأتوب. أما أنزلها في السناب شافوها 10,000، شافوها 20,000، شافوها، كبرت دائرة الذنب. يوم القيامة ما تسأل عن نفسك، بس تسأل عن 10,000 شافوها، عن 20,000 شافوها. فعشان كذا إذا عندك ذنب بينك وبين الله، خلي الدائرة صغيرة، مقصور على نفسك، يا ربي سامحني واستغفر وتوب، ولا إنك توسعها وتبدأ تجاهر بها. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويحفظ علينا حسناتنا. طيب بسم الله نبدأ في سيرة طلحة بن عبيد الله. الله حلو، بسم الله نبدأ في سيرة طلحة بن عبيد. تحس فيها سجع، بس ما أدري كيف جات. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه التيمي، في يوم من الأيام كان طلحة بن عبيد الله في الشام. طبعا طلحة بن عبيد الله تاجر وخرج للشام في تجارة، هذا الكلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول طلحة بن عبيد الله: ولو أنا في الشام فجأة خرج راهب اللي هو رجل الدين عند النصارى يصيح في الناس يقول: أيها التجار، أيها التجار، هل في هذا الموسم رجل من أهل الحرم؟ أهل الحرم أهل مكة. يقول: فقلت أنا من أهل الحرم. فقال هذا الراهب: هل ظهر فيكم أحمد؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: أحمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هذا شهره الذي يظهر فيه أو يخرج فيه. فقال الراهب: هذا شهره الذي يظهر فيه، وهو آخر الأنبياء، يخرج من أرضكم من الحرم ثم يهاجر إلى أرض ذات حجارة سود ونخيل وسباخ، أي المدينة. إياك أن تسبق إليه يا فتى. الراهب يقول لطلحة، يقول: لا يسبك أحد إليه، هذا نبي. يقول طلحة: فوقع الكلام في نفسي، فبدأ يجهز أغراضه عشان يرجع إلى مكة. يترك التجارة وترك كل شيء. يقول: لما عدت إلى مكة مسرعا، لما وصلت إلى أهلي قلت لهم: هل حدث أمر في مكة جديد؟ قالوا: نعم، إن محمدا خرج يدعي النبوة وأنه بعث إليه، واتبعه أبو قحافة أبو بكر. فقال طلحة بن عبيد الله: محمد وأبو بكر والله لا يجتمعان على ضلالة. يقول هذول الاثنين ما يجتمعون على ضلالة، لأنه أبو بكر كان أمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بالصادق الأمين، فهذول الاثنين مستحيل يكذبون. يقول طلحة: فذهبت إلى أبو بكر فقلت: هل حقا ما قال محمد أنه نبي ويدعي النبوة؟ قال أبو بكر: نعم. يقول طلحة: فأخبرته قصة الراهب، ففرح أبو بكر وقال: أهلم معي إلى محمد، تعال نروح للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. يقول: فلما ذهبت إلى محمد، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته بقصة الراهب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعوني للإسلام ويقرأ علي القرآن، فأسلم طلحة بن عبيد الله وكان من السابقين إلى الإسلام. طبعا عذب، وهذا كان يعني ديدا قريش، أي أحد يسلم يعذب. فكان يعذب حتى قيل أنه ربطت يديه في عنقه وأصبح يضرب في الشارع، كل من مشي شوته يضربه يلطمه. حتى فكان يعذب رضي الله عنه، حتى قيل أنه عذب مع أبو بكر، وعذب هو أبو بكر في حبل واحد، حتى سمي الاثنين بالقرينين، يعني قرن بالتعذيب سوا مع بعض في حبل واحد. هاجر إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما شهد غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى الشام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم في بدر كأنما شهد بدرا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسله. ولما كانت غزوة أحد، أول غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة أحد، يقول أبو بكر: إذا ذكرت غزوة أحد أو يوم أحد فذاك يوم كله لطلحة. شوف الشهادة دي من أبو بكر، يقول يوم أحد كله لطلحة بن عبيد الله. إيش سوى يوم أحد؟ اسمع، قصة أحد معروفة ومشهورة. اضطربت صفوف المسلمين لما نزل الرماة، ومن الصحابة كثير تركوا أسلحتهم وبدأوا يأخذون الغنائم، فانقلبت المعركة عليهم، وأتى جيش خالد بن الوليد ورجع المشركون، والصحابة وضعوا أسلحتهم، فاضطربت صفوف المسلمين حتى اختلط الحابل بالنابل، وقتل 70 من الصحابة،
وصار المشركين همهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ضيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدرون النبي صلى الله عليه وسلم قريب من جبل أحد، لا عنده أبو بكر ولا عنده عمر ولا عنده الصحابة، عند النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ طلحة بن عبيد الله و11 واحد من الأنصار بس. الصحابة يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، العدد كبير، ما هم محصلين النبي صلى الله عليه وسلم. المشركين وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فشجوا رأسه وقطعت شفته ودخلت حلقتان من حلق المغفر، حلقتان من حلق المغفر في وجنته بأبي هو وأمي، وسال الدم على وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره فوق 50، وما عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا طلحة و11 واحد من الأنصار عند جبل أحد. المشركين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا إليه أفواج، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم مقبلين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد القوم عنا؟ قال: طلحة أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، مكانك، يعني لا، أنت خليك جنبي. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبغى طلحة جنبه. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: أنت. فجاء يبغى يردهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتلهم فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: من يرد القوم عنا؟ فقال: طلحة أنا. قال: لا، مكانك، يعني خليك جنبي. فقال رجل من الأنصار: أنا. قال: أنت. فقاتل حتى قتل. فقتل ذلك في الوقت هذا 11 أنصاري، رجل من الأنصار، قتلوا كلهم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله فقط. فلما أقبل إليه المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا؟ قال: طلحة أنا يا رسول الله. قال: أنت. فانقض طلحة بن عبيد الله على المشركين يقاتلهم، هذا يجي من هنا ويقاتل، وهذا يجي من هنا يريد أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيقفز عليه، والسهم يأتي من هناك يريد النبي صلى الله عليه وسلم فيقفز إليه، حتى قيل أن كان في جسده 74 ضربة بسيف ورمح وسهم، كلها دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتفلتون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتلهم، ويدفعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاتل هذا، حتى قيل أن رأى سهما مقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على السهم فشلت يده دفاعا عن رسول الله، حتى قال حس، يعني من شدة الألم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة وهم ينظرون. فما زال طلحة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان طلحة بن عبيد الله يقاتلهم ثم يذهب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يحمله حتى يصعد النبي صلى الله عليه وسلم للجبل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم صعود صخرة على الجبل، فكانت عالية، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم، فانحنى له طلحة حتى يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر طلحة وهو يقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب طلحة، حتى صعد على الصخرة. إيش يعني أوجب طلحة؟ يعني وجبت له الجنة على هذا الفعل. دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما يوم أحد، 74 ضربة في جسده كلها دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يرى السهم مقبل فيقفز إليه، هذا بسيف يريد أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، يقفز إليه يدافع حتى قال أبو بكر: ذاك يوم كله لطلحة. فقال النبي صلى الله فدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في أكثر من موضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة. الحديث الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم 10 مبشرين بالجنة. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة قال: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. ولما أنزل الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى طلحة قال: هذا ممن قضى نحبه، طلحة بن عبيد الله، طلحة الجود، طلحة الخير، كان يسمى طلحة الخير، طلحة الجود. ليش؟ طبعا كان تاجر هو، يقول لك في يوم من الأيام جاته صفقة قيمتها 700,000 درهم، تخيل تجيك 700,000 ريال. فلما وصلته الصفقة أراد أن ينام من الليل ما استطاع، فصار يتقلب في الليل، حتى قالت له زوجته بنت أبو بكر، اسمها أم كلثوم بنت أبي بكر، قالت له: ما بك؟ قال: ما ظن عبد بربه يبيت وهذا المال في بيته. يقول: ايش اقول لله عز وجل؟ فقالت له: اليس لك مساكين وفقراء؟ قال: نعم. قالت: اذا اصبحت فقسمها عليهم. قال: انت موفقه بنت موفق. فلما كان الصباح قام ب700,000 درهم يقسمها بين المساكين والفقراء، حتى ما ابقى لاهله الا صره فيها 1,000 درهم،
يعني 699 ألف وزعها حتى سمي بطلحة الجود طلحة الخير. طبعا قتل رضي الله عنه في معركة الجمل، قتله رجل اسمه مروان بن الحكم، رماه برمح أو بسهم فخر صريعا رضي الله عنه. فمر عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ميت، فكان يمسح التراب عن وجهه ويقول: يعز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في الأودية تحت نجوم السماء، أشكو إلى الله عجري وبجري. فقتل رضي الله عنه شهيدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. فائدة واحدة ونختم. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه الآية نزلت في طلحة رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. ركز لي تحت كلمة صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ترى الدين يحتاج صدق، ترى التزامك يحتاج صدق، ترى توبتك تحتاج صدق. سيبتليك الله بالشهوة ليرى هل أنت صادق، سيبتليك الله لربما تفتن، لربما تأتيك مغريات، تأتيك الدنيا، يختبرك الله هل أنت صادق. الله قال عنهم صدقوا، في آخر الآية قال: وما بدلوا تبديلا. فيبتليك الله في صدقك، تحب الله، هل أنت صادق في محبتك لله؟ يبتليك الله في محبته، يبتليك الله بالشهوات، يبتليك الله بالشبهات، يبتليك الله تبارك وتعالى بأمور كلها اختبارات من الله عز وجل ليرى الله عز وجل أنت صادق، تبغى الجنة ولا ما تبغى، تبغى الله ولا ما تبغى.